أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله سنة وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكفى بالله حسيبا. ما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا وسبحوه بكرة.
هو الذي يصلي عليكم وملائكته يخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. آمنت بالله صدق الله العظيم.